خلينا نحكي بقى الموضوع من الاول. انت في مشروع انا موهوب ده في اسكندريه، واحد من المشاريع الحلوه جدا 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 اللي بشكر كل القائمين عليها والمتحمسين لها. كنا بنقول انه مشروع انا موهوب في اسكندريه ده من المشاريع الحلوه الجميله اللي فيها نبل، مش بس فيها مجهود. المشروع بتاعكم ده ازاي ندى انضمت له؟ هو المشروع بدا دي سابع سنه لي، بدا حوالي من 2010 بمجرد ان احنا بنزور دار من الدور اللي احنا متعودين نزورها كنادي خير اجتماعي. ما لحقناش نشوف كل المواهب اللي هناك، ففي طفل من الاطفال قعد يقول طب انتوا لسه ما سمعتونيش، طب انا عندي موهبه تانية لسه ما طلعتهاش، وبدا يغني. بدانا يعني استغربنا ان هو صوته حلو قوي كده، وان ده مش واحد مشهور والناس كلها مش عارفاه. ومن هنا جت فكره انا موهوب، ان ليه ما نعملش حفله في اسكندريه للاطفال دول، الناس تبدا تعرفهم اكتر لحد ما يوصلوا ان هم يبقوا جمهور زي ندى والناس بتستنى تشوفهم. بدا كحفله صغيره جدا بتتعمل في اسكندريه، لقينا ان الناس حابه الموضوع وشايفاه حاجه جديده. حضر في الاول 700 شخص، شايفه حاجه تستاهل يعني. بالظبط بدا ان هو حضره 700 شخص في قاعة يعني متوسطة الصغر في اسكندرية. لقينا ان في اقبال على الموضوع. الحمد لله بقالنا بعديها الست مرات اللي بعديها عملناها في مكتبة اسكندرية. ندى كانت واحدة من الناس اللي بتقدم عروض في انا موهوب، لقطها كريم فهمي. كريم فهمي الممثل والمؤلف اخو احمد فهمي دكتور السنان، معرفش بقى هو ده اشرح ازاي. الموهوب كريم فهمي لقطت الفتاه اللي عندها مشكله في السمع، اللي بتعمل رقص ايقاعي او توقيعي وجمال حدوتتها، فراح كتبها كفيلم قصير. جه طالب في معهد سينما اكملها مشروع، جت موهوبة زي مي الغيطي تمثلها وكمان أمير صلاح الدين، وعملوا فيلم فاز بجائزة. تسلسل كده يعني زي ما بيقولوا بالإنجليزي يقولك too good to be true، يعني إيه السلاسة دي يعني وبسرعة كده ولا إيه يا مدام نادية؟ صح والله، يعني حضرتك قلتي يعني أنا فكرت حضرتك في أول في الحلقة بقيت أجيب حضرتك كذا مرة بقول يعني حضرتك عشتي معانا حقيقي، هيك عشتي معانا اللي حضرتك بتقولي ده. المفروض الحاجات دي فعلا احدى بلدنا اللي احنا تعبلها فعلا ده، يعني انا كنت بشكر حضرتك جدا على الكلام حضرتك قلتيه. خيرك، اشكرك اللي حضرتك، انا حسيت حضرتك معانا فعلا عايشه معانا وقت بوقته. ندى مش بتطلع تعمل يعني عروض بس كده، لا ندى بتحس بنفسها انها بتعمل حاجه بتستفيد بيها الناس التانية، بيستفيد بيها كل انسان محتاج اي مساعده. لا انا هطلع اعمل عروض عشان اساعد الناس، مش طالعه بس اعمل عرض بس، لا ده انا عايزه افرح الناس كلها. الحته دي حضرتك قلتيها وبالاداء ده اللي حضرتك قلتيه فعلا، يعني احنا قلنا يا ريت كنت حضرتك فعلا موجوده معانا في انا موهوب وفعلا حضرتك تشوفي فعلا يعني الحاجات الحلوه بتبان حتى ولو عن بعد. يعني انا هقول لحضرتك انا شفت الفيلم وقادره افهم من شغلتي ومن الدنيا انه يعني في فرق دايما ما بين الحقيقه والدراما، بس انا لما شفت الفيلم انا حبيت ندى الحقيقيه لاني انا فهمت انه في حاجه كبيره حلوه. بس كنتش فاكراكي اموره قوي كده يا ندى، انت اموره قوي.